بالله عليك عشان خاطري بطلي التسخين. ماشي يا ماما، والله ما هعمل تسخين. هصعبه يلا لحد ما الماسك ينشف بقى. اخلي ماما تحضر لي الفطار علشان الحق انزل وما اتاخرش. ابا اللي هتعملي ايه اكل النهارده؟ انا هعمل سلطة بطاطس بالفراخ. وانا اصلا رحت السوق وجبت طماطم. انا هعمل بامية، وتعرفي اصلا انا بعمل الاكل والعيال ما يعجبهمش الاكل. وانا كمان، وتعرفي العيال اصلا بيقولوا عايزين اكل من بره. انا بعمل لهم الاكل في الاخر بيقولوا لي لا مش عاجبني. اعمل لهم ايه دولت؟ مش عارفين. تصدقني عملت كيكه امبارح بس طلعت بايظه مني. ماما انا يلا عفريت. يا ماما عفريت ايه يا ماما؟ انا كل ما احط الماسك يا ماما تقول لي عفريت. يا ماما في يا ماما انا بنتك. ايه يا ماما؟ ايه وتيجي بقى حاطه الماسك ده وفاسك ده مش عارف اسمه ايه. ماسك يا ماما، ماسك عشان وشي ينور. يا ماما بحط الماسك عشان وشي عشان وشي يبقى منور. يا ماما قلت لك يا ماما عشان وشي يبقى منور وحلو. يا ماما انت عندك الليفه جوه تعكي وشك يبقى وشك منور قد كده. يعني انت يا ماما عايزاني امسك الليفه ادعك بيها وشي يا ماما واحط فيها صابون قد كده؟ صابون؟ اه غلط يا ماما، وشي بوز يا ماما. لا عادي هينور بالعكس. انت يا ماما تغسلي وشك بالليفه؟ اه بجد والله يا ماما؟ اه عشان وشي ينور. عشان كده يا عيني يا ماما وشك هيبوظ بدري يا ماما، هتعجزي بدري يا ماما. طب الماسك ده جبتيه بكام؟ ايه ده المشك يا ماما؟ جبته مشك ايه بس يا امي؟ اسمه مشك يا امي بقى. مش بعرف اقول خلاص، مش لازم اقوله صح. مشك؟ ايوه اسمه مشك. مشك يا ام ندى. مشك خلاص. عايزه ايه يا ماما؟ المشك ده بفلوس. تقولي بكام المشك؟ ب 300 جنيه. ايه ايه بكام؟ 300 جنيه يا ماما. يا لهوي، كنت تسيب ال 300 جنيه دي نجيبوا بيها فراخ ولحمه وناكلوهم كده مع بعض. اه ليه يا حرام عليكي ماما؟ انا عايزه افهم حاجه. اخرت الزعمل. ايه يا ام ندى؟ ما تهدي شويه يا ام ندى. خلاص في ايه يا استاذ تعملي؟ ام ندى وانت جايه تسخني ماما عليا يا ام ندى ولا ايه؟ ام ندى في ايه؟ سيبيني. الله قولي ماما. ايه ام ايه؟ ايه حبيبتي؟ ايه عايزه اقول لك على حاجه بقى ماما. ايه انا دلوقتي عايزه افطر. تفطر ايه؟ عايزه افطر نسكافيه وكيك. كنا بحضري الفطار بسرعه ماما. نسكافيه وكيك يا ماما. نسكافيه وكيك يا ام ندى. بص نسكافيه وكيك احنا بنتغدوا ايه؟ لبن وجبنه. بنفطر يا ماما، بنفطر لبن وجبنه يا ماما. فيها ايه نسيت؟ ماشي يا ماما بنفطر. طب انا مش عايزه ماما لبن وجبنه لو سمحتي يا ماما، انا عايزه نسكافيه وكيك. هو ده اللي عندي خلاص. مش عندي خلاص ساكليش. الله يسامحك، هو انت بتعملين كده ليه يا ماما؟ انت جايباني من الشارع يا ماما، تلاقيني على باب جامع. هتاكلي بقى؟ لا هاكل. ماما حضري تابلو ماما لحد ما ابقى مغسل الماسك واجي بسرعه. تبقى ادعكي وشك لو بليتوش بنور قد كده مش هسيب. منور قد كده ايه يا ماما؟ وانا همشي في الشارع بوش قد كده منور يا ماما؟ في ايه يا ماما يعني؟ فهمت خلاص يا ماما. والله يا اللي اخدتي الزعبل. انتوا الاثنين متفقين عليا اقسم بالله. انتوا والله يا ام ندى. ام ايه؟ ام ايه؟ اخرت الزعبة. خلاص يا ام ندى. انا امك. يا ام ندى وشك احمر من الزعيق، اهدي شويه يا ام ندى. انا امك حرام عليكي. ما انت بتكلمي ليه؟ خلاص انا اسفه، حقك عليا. هروح يا ماما والنبي يا ماما اغسلي وشي وحضري لي فطار يلا عشان هروح المشوار بتاعي. حاضر خلصي روح. ايه ده؟ تصدقي نسيت اعمل لك كوبايه شاي؟ اه والله العيال بديت اسوني اروح اعمل لك كوبايه. شكرا. مش عايزه. تقولي لي بقى طريقه الكيك دي بتتعمل ازاي؟ بتحطي بيض. بيض؟ اه. وايه تاني؟ وسمنه. ايه؟ وسمنه. بالسمع كويس. سده. يا سده ولا سبده؟ سمنه. سبده.
ايوه يا بنتي. لا ما انا هنزل اشتري طقم جديد طبعا. انت عارفه انا اتفقت مع ماما، ماما قالت لي حاضر هجيب لك اللي انت عايزاه. انت عارفه ماما ما بتقوليش لا على حاجه. يا بنتي ماما دي طيبه طيبه وحنينه حنيه. انت عارفه الصبح تقوم تحضري فطار وتجيبولي لحد السرير، يعني ماما دي حنينه قوي. وبعدين قلت لها ايه بقى يا ماما انا عايزه طقم، قالت لي حاضر. بصراحه لما بتنزل معايا اجيب هدوم بتجيب لي كل اللي نفسي فيه، اي حاجه اختارها تقول لي يا حبيبتي بدل عجبك تجيبيها، خلاص ما بتتناقش معايا. انت عارفه ماما حنينه قد ايه وطيبه قد ايه. لا دي ماما دي ربنا يخليها لي يا رب، ربنا يخليها لي. ماشي خلاص هنتقابل بالليل بقى في الفرح. مش عارفه هروح فين يعني، لسه ممكن نروح كارفور سان ستيفنو مش عارفه، حسب ماما بقى دماغها توديها عشان هي عايزه تجيب شويه حاجات. خلاص يلا نتقابل في الفرح بقى بالليل. انا يا بنتي طبعا بقى اشيك واحده، انت بتهزري ولا ايه؟ طيب يلا باي باي، مع السلامه. سلام. هروح اقول لماما ربنا يستر، ربنا يستر على اللي هتعمله فيا. أم آية إيه؟ أنا عملت مكرونة بشاميل النهاردة بس العيال أكلوها كلها. إيه ده، ده كنت بحبها قوي. هعمل لك منها بكرة وأخبيها. ماشي. والله العيال زهقوني. ليه يا ماما بس زهقناك؟ إحنا عملنا إيه بس يا ماما؟ ماما نعم. مش انت اتفقتي معايا انت هتروحي تجيبي لي طقم جديد يا حبيبتي يا قمر يا روحي انت يا قلبي يا عمري، طقم جديد يا ماما عشان اروح بيه فرح صاحبتي؟ ايوه. طب يا ماما انا عايزه اروح اشتري طقم جديد، عايزه اروح كارفور. لا انا هوديك منشية. يا دي المنشية يا رب. يا ماما انا ما بحبش المنشية دي يا ماما، حرام عليك يا ماما. هتسمعي كلامي ولا ما اوديكيش؟ والنبي يا ماما وديني كارفور. ماما ما انا مش عايزه اروح المنشيه. ماما ماما انا عايزه اجيب حاجه معينه يا ماما، والمنشيه ما فيهاش الحاجات اللي انا عايزاها عشان خاطر ما تزعلنيش يا ماما. عشان خاطر انت عايزه تروحي كارفور صح؟ اه. بصي انا هوديك كارفور. ماشي. بس انت هتختاري اللي انا هقول لك عليه. ماشي ماما هختار اللي انت تقولي عليه. عملتي ايه؟ ما عملتش دلوقتي. ما عملتش حاجه والله ماما. والله انا بقول ماشي بس ما عملتش حاجه والله يا ماما. ماما انت زلماني دايما يا ماما. انا بحبك يا ماما انت الحب. الحب الحب. ايه يا ماما مش عاجبك كلامي يعني يا ماما؟ والله عيال اخر الزمن بجد، عيال اخر الزمن. ام ندى والله العيال زهقوني في عشتي. ام ندى المفروض تهدي ام ايه شويه. ام ندى عيب كده. ام ندى اخر الزمن برضو يا ام ندى. انت وانت والله في في يا ماما انت في انت هتعملي دبشه. انا انت اللي بتسخني والله ماما، والله انت اللي بتسخني ماما. انت بتقولي ماما؟ بصي يا ماما انا هقوم البس واجهز ماما يلا عشان نمشي. طب ماشي. يا منى هتيجي معانا بقى ولا ايه؟ اه. لا انا مش عايزه منى معانا. يا ماما بصي تعالي. ايه؟ خليك استنى. انا مش عايزه منى معانا ماما، انا عايزه انا وانت لوحدينا والنبي. ماشي. ربنا يخليكي. ابوس ايدك يا ماما. لا خلاص ايه؟ ابوس ايدك. انا ايه؟ اخر الزمن خلاص يا ماما. بصي يا ماما اخر الزمن تاني. خلاص انا اسفه يا منى بقى. اهدي يا خرابي عليكي، انت جايه تقعدي معانا تضايقينا في حياتنا. ما بقولش ربنا يخليكي لينا يا منى يا ربي يا حبيبتي. بتقولي بتقولي ما بقولش حاجه ماما حبيبتي. بصي كنت عايزه اقول لك ايه. ايه ماما؟ بصي يا ماما انا دلوقتي هقوم البس يلا ماما عشان ما اتاخرش. خلصت. بصي يا ماما جهزي. خلصت. ماما انا عايزه اقول لك على حاجه بس، انت وطنط منى كده قبل ما اقوم. ايه هي ايه الوان الازدالات اللي انتوا لابسينها دي؟ فيها ايه يعني؟ مش عاجباكي؟ مش عاجباكي؟ طب البسي زينا. البس زيكم؟ اه والله عندك حق. طب والله انا اللي يشوفني يقول انا اللي عجوزه وانتوا الصغيرين. اه والله. يلا ماشي. صغيرين مين؟ خلاص يا ماما بقى. صغيرين مين؟ خلاص يا ماما حقك عليا. ماما شايفه مين الصغير؟ ايه؟ ده انت اللي صغننه. انت الصغننه. ام ندى انا عايزه اقول لك ده اللي يشوفك يقول لك قد كده. ثواني يا ماما بس كلمه بيني وبين ام ندى. تعالي ام ندى. ايه؟ هجيب لك بلوزه معايا بس هدي الجو مع ماما شويه. ايه؟ هتجيب ولا يا ماما ثواني بقى انا بتكلم مع منى. هتجيب يا منى؟ لا يا ماما بتكلم مع منى في حاجه. ارجعي بس يا ماما كده شويه. لا مش راجع يا ماما ارجعي ورا شويه. لا بص يا منى بلوزه تاني. يا لهوي على البلوزات. ثواني بقى اهدي بقى يا ماما. هجيب لك بلوزه بس هدي اللعبه مع ماما شويه. بالله عليكي بطلي تسخين. بالله عليكي عشان خاطري بطلي تسخين. ماشي يا حبيبتي يا طنط ام منى حبيبتي. والله انا نفسي افهم انتوا ايه دي كلها عامله كده طول النهار؟ فيها ايه؟ عايزين تعملوا كده طول النهار؟ في ايه؟ فيها ايه؟
خلاص ماشي ماما، انا اقوم البس بقى. يلا خلاص يلا بينا. طيب خلاص والله يا اخر الزمن. ايه يعني انت بتقول لي يا اختي هجيب لك بلوزه؟ بلوزه تاني؟ يا لهوي على البلوزات. ماما ماما انا جيت معاكي، هو كان انت كده عشان اجيب لك. قولي لي بقى يا ماما اختاري لي انت بقى يا ماما، عشان انا بصراحه مش عارفه اختار ايه. ساعديني بقى يا ماما. يلا ماشي يلا. الله بس ده يا بنت حلو قوي. حلو ايه بس يا ماما؟ ده بصي نص فم، وانا لابسه طرحه يا ماما وفم عندك في البيت. طيب يا ماما انت طول عمرك بيعجبكيش حاجه اللي انا بختارهاش. ماشي يا ماما معلش، ممكن بس تساعديني اختار حاجه ثانيه يعني؟ اه ماشي. بصي ده حلو. ايه ده يا مامي؟ ده حلو. شفتش قوي يا مامي، ده فلاحي فلاحي قوي. فلاحي في ايه بس؟ دي جايبه كده مفيش حاجه يا ماما. ده بصي كده ايه ده يا ماما؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طول عمرك بعجبكيش حاجه. ايوه يا ماما بصراحه حاجات وحشه قوي يا ماما بصراحه. بصي ده يا ماما، يا ماما اقلع الحجاب يا ماما، اقلع الحجاب يعني ماما كل حاجه في الطبيعي في السوق يعني. انا هتفتح اوديك البيت. لا خلاص يا ماما والنبي يا ماما، كنت كده كده والنبي يا ماما عشان خاطري يا ماما. انت طول عمرك ما عجبتيش حاجه خالص. معلش اعمل ايه؟ معلش خلاص يا ماما، دي صوت اسمعنا يا ماما. انت بتسحقيني وسط الناس كده يا ماما، الناس هتسمعنا. عادي دي اسمعنا. خلاص يا ماما بقى الناس هتسمعنا. كده عادي. ايه رايك؟ بص يا ماما، بص انت كده ماما بتحرضيني ان انا البس. اقلع الفرحه، انا هقلع الفرحه، هقلع الفرحه ماما، هقلع الفرحه. هل اعترف يا ماما؟ هصلى؟ هعمل ايه؟ ماما يا ماما انتي زهقتيني، اجيب لك في اي حته تقول لي مش عاجبني. صلحي ماما يا ماما، اسمعنا عادي. طب بس يا ماما انا اسفه اختاري لي اي حاجه. طب بصي يا ماما، ممكن اختار انا وتشوفي هيعجبك ولا مش هيعجبك؟ خلاص يا ماما. طب ماشي معلش يا ماما انا اسفه. اختاري. حاضر يا ماما، انا لما اشوف حاجه عجبتني يا ماما هقول لك ده عجبني يا ماما. بصي يا ماما ده، بصي ده يا ماما، بصي ده يا ماما، ايه رايك؟ ايه ده؟ ده زباله. ايه؟ لا لا ده بصي ده عامل شريط وحش يا ماما. ده رقيق قوي يا ماما. رقيق ايه ده؟ تحفه. ده اللي فلاح. طب بصي ايه رايك في ده يا امي؟ ايه رايك في الجمال ده؟ حلو قوي يا ماما ده، وكمان هيطلع على قد. ايه رايك يا ماما حلو؟ احنا في الصيف بس في الشتا يا ماما. ما هو في الصيف يا ماما انا مركبه وده كله. بصي يا ماما، بصي بصي يا ماما، ماما ما تسيبنيش انت مش يا ماما. بصي يا ماما ده قوم اشتغل في البطاقه بس كده يا ماما. ما تسيبني هنا. ايه ده؟ ايه يا ماما؟ شيرين مش هتختاري حاجه. يلا روح. خلاص يا ماما والنبي يا ماما، والنبي عشان خاطر يا ماما. يعني ماما هتلبسيني بودي في الصيف يعني يا ماما تحتي؟ يا ايه يا عشان خاطر يا ماما. لا فايزة من النار يا ماما. لا قلت لك لا.
ماما نتفرج على ماما. تفرج تفرج ماليش دعوة. خلاص يا ماما مش عايزة. خلاص يا ماما رجعيني انا بعيد اجيب عين. كمان بتفكرك نفسك ما بتفكريش فيا. ايوه عادي مفيش حاجه. ماشي يا ماما طول عمرك بتختاري حاجه في بالك. خلاص انا مش عايزه ادوس. انا واحد. مع السلامه ماما. ايه الدود ده؟ هروح ارجعهم جايبه لي حاجات زباله اصلا وانا بختار حاجات حلوه بتقول لي زباله ووحشه قوي. هروح ارجعهم. ماشي والله ما سايباني. الله ماما يا ماما. ماما يا ماما انا عايزه اشتري فندق ده يا ماما عشان اصيف واروح بيه البحر. ايه ده؟ ده حبل غسيل يا بنتي. يا ماما؟ حبل غسيل. حبل غسيل؟ اه. ايه اللي حبل غسيل يا ماما؟ ده مش حبل غسيل. لا ده حبل غسيل. وبس بقى يا بنتي. صح انت عايزاه؟ اه. ايه ده؟ ده غالي قوي يا بنتي. طب ايه يا ماما المشكلة يعني انت جايبين يا ماما النهارده اختار اللي انا عايزاه؟ لا بس ده واحد. واسع حبل غسيل وغالي قوي وبصي. ايوه يا ماما طب انا اعمل ايه دلوقتي يا ماما؟ انت مش حاجه عارفه. انا جاش فكره حلوه. ايه هي بقى يا ماما؟ بالساحه انت عندك شبشبات قديمه خالص. عندي شبشب قديم. اه بس لا انا هقطع لك حبل خنزير ماشي وهقطع لك الشبشب واعمله لك زي ده واحلى منه كمان واحلى منه اللون اللي انت عايزه. اصلا ايه الحاجات دي؟ دي حاجات زباله. انا بس ماما انا بس انا عايزه استوعب اللي انت قلتيه صح ولا غلط يعني يا ماما. يعني دلوقتي ماما هتجيب اي شبشب من اللي كانوا عندي في البيت تقطعيهم وتجيبي لي حبل غسيل وتلفوه لي بالشكل اللي انا عايزاه. اه سقفوا ماما. ايه يا ماما انت بتعملي ايه يا ماما انت بتعملي ده؟ ماما انت بتتريقي عليا. ماما تجيبي لي شبشب ماما تحطي لي حبل غسيل. ده ماما حبل غسيل بالله عليك يا ماما في حبل غسيل احنا ماما حبل غسيل عندنا في البيت كده يا ماما. ايوه بالله عادي بيتلف كده. يا ماما يعني ده ماما ده حبل غسيل بالله عليك يا ماما. قلت لك خلاص مش هتجيبيه غالي. قلت لك غالي. والله انا غلطانة نزلت معاكي. والله يا ماما انا غلطانة نزلت معاكي والله يا ماما. انا غلطانة اللي انا نزلت خالص. وتعرفي لو كنت سمعتي كلامي كنت هودي في الملاهي. خلاص مش هودي في الملاهي. مين بقى اللي بيروح الملاهي ولا بيعمل؟ لا انت مش عايزة تاخدي لي زور. بصي انت كمان كنتي ملاهي. لا انا بعمل كده. مش ماما لسه اتلمت اصلا. ايوه انا لسه اتلمت. خلاص امشي قدامي يلا. والله ما اختار لك حاجه. خلاص يلا ماما. خلاص والله ما سايبك في البيت. خلاص ماما بس الشنطه دي قمر قوي. بصي يا ماما الشنطه القمر دي قمر. قمر. طب قولي لي بقى هتحطي فيها ايه الشنطه دي؟ هحط لماما. بصي يا ماما الشنطه القمر دي هحط فيها تليفوني والمفتاح وامسكها كده يا ماما. بصي الشيكه شبكتي. بصي شايفه الشيكه؟ هتحطي فيها ايه؟ تليفوني والمفتاح. الايه الايه؟ تليفوني والمفتاح يا ماما. دي؟ ايوه يا ماما. بصي يا ماما دي تحطي فيها تليفوني والمفتاح. بس افرضي رايحين مشوار وشاريه حاجات كتيره. طب وانا مالي يا ماما بمشاويرك؟ انا مالي يا ماما يعني انا بختار شنطه ليا وانا هجيب شنطه ليكي ولا شنطه ليا يا ماما؟ انا جاتلي فكره. ايه هي يا ماما؟ بصي الشنطات دي كلها معفنه وزباله. انا هجيب لك شنطه احلى من ده. فين هي يا ماما؟ طب تعالي تعالي فيها حطيها. طب تعالي وريها لي. تعالي وريها لي. طب تعالي وريها لي. تعالي وريها لي. فين يا ماما الشنطه؟ بصي يا حبيبتي هي دي الشنطه. ايه ده؟ ايه يا ماما الشنطه دي يا ماما؟ بتسمعني؟ ايه ده هي دي الشنطه؟ بصي بقى لو رأيت فوق هنشتري بقى فول وفنافس وخضار ونشتري كل اللي احنا عايزينه. طب انا عايزه افهم حاجه بس يا ماما. هو انا بروح معاكي السوق؟ فيها ايه؟ فيها ايه؟ ماما انا بروح لها السوق. انا عايزه تاخدوا ساعه تاخدوا ساعه جوه معايا. ماما انا عايزه اقول لك على حاجه. جبتي تاخدوا ساعه استني بس. ماما تاخدوا ساعه سلاح تاخدوا ساعه كل اللي احنا عايزينه. ماما هو انت جاي تحققي احلامك معايا يا ماما. انت جاي ماما اسمعيني بس ماما دي بتاعت المحل هنا ما بتطبعش بره المحل يا ماما. بتشتريش يعني دي بتحط فيها الهدوم يعني. كنت انا لو كنت جبت هدوم المفروض زي ما انت قايله لي والشنطه والشوز والصندل اللي عجبني كنت حطيتهم هنا بعد كده رحت على الكاشير حطيت كده. لا يا حبيبتي ده اللي انت بتحطي فيه الاكل والخضار والفول والفلافل وحاجات.
يسامحك يا ماما. الله يسامحك. خلاص الله يسامحك يا ماما. الله يسامحك. اشهد الناس اللي عليك. يعني انا اقول واحده كنت بشتريها اقول لها طب بتاع دي كنت الكلاب بتاع الشبيه ده دي ام وحشه يا ماما ام وحشه قوي. الله يسامحك يا ماما. خليكي فاكره ان انت ما قلتليش. باي باي.